لناحية الوسط بمقر المدرسة العليا للقضاء يوما دراسيا تحت شعار صحة التبليغ رسمي ضمانة أساسية لعملية التنفيذ، وذلك بمشاركة ممثلين عن 4 مجالس قضائية. اليوم الدراسي ناقش إشكالية التبليغ بين النصوص القانونية والممارسة. التغطية لهند مرين. مجالس قضائية. يعتبر هذا الملتقى من أنشطة العلمية التي تقوم بها هيئة المحضرين القضائيين، وبالتالي فمثل هذه الملتقيات هي تدخل في إطار عملية التكوين المستمر بالنسبة لمختلف المحضرين، بالنسبة لفئة المحضرين القضائيين، وبالتالي فإن التبليغ الرسمي له أهميته. محدد قانون الإجراءات المدنية والإدارية وضع مختلف الضوابط المتعلقة بعملية التبليغ، سواء تعلق بشروط شروطه الشكلية أو الشروط الموضوعية. الملتقى هذا علمي على كل حال لتحسين مستوى تاع المحضر القضائي، والمستوى هذا بهذه الملتقيات والممارسه تاع الزملاء يعني نلحقوا الرقي المهنه. ما يتعلق باليوم الدراسي، هناك يوم دراسي لهذا اليوم يتضمن محورين. المحور الاول التبليغ الرسمي اللي هو مشكل اساسي في عمل المحضر القضائي يوميا، والموضوع الثاني هو الحجز على العقارات الغير مشهره. هناك عقارات موجودة في الجزائر بكثرة ولكن عقودها غير مشهورة. هذا اليوم الدراسي يدخل ضمن السياق العام والبرنامج العام الذي تترأس الغرف الوطنية للمحضرين القضائيين بالتنسيق مع الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين، والذي يهدف من ورائه إلى ترقية المهنة ورفع من همة ومدارك المحضرين القضائيين.